ونعرف طبيعة معمر القذافي، ونحن نعرف ما هو السبب الذي أبقاه في السلطة لمدة 42 سنة حتى الآن. لقد أخاف الشعب الليبي بإرهابه وبجرائمه، وبالتالي فهو يعتمد على هذا سلوكه منذ البداية وحتى الآن. نحن أولويتنا في الوقت الحالي هو أن نحاول أن نعقد مجلس الأمن، وربما نحاول أن أيضا نعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أجل أن يفرض حظر طيران على جميع المدن الليبية حتى يتوقف وصول المرتزقة والأسلحة إلى النظام. والجانب الثاني، الأولوية الأخرى، هي أن نطلب من المجتمع الدولي أن يقيم ممرا آمنا لوصول المستلزمات والأدوية عن طريق الحدود مع مصر والحدود مع تونس إلى مدينتي طرابلس وبنغازي، حتى تتمكن المستشفيات من الحصول على الأدوية. أعتقد أن مجلس الأمن هناك مبدأ، وهو مبدأ الحق في الحماية، وهو معروف للجميع. عندما لا تستطيع الحكومة أن تحمي شعبها، أو لا تستطيع أن تحمي شعبها، فبالتالي يتدخل المجتمع الدولي لحماية الشعب الذي يتعرض للجرائم والإبادة الجماعية. وبالتالي أعتقد أن مجلس الأمن من واجبه، وكذلك مجلس حقوق الإنسان، أن يتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن. اتصالات بسفير لبنان من اجل متابعه العمليه في مجلس الامن الدولي؟ والله حنحاول نجري اتصالاتنا. احنا اعطينا الاولويه لوسائل الاعلام في الوقت الحالي، ولكن طبعا سنعمل مع اعضاء مجلس الامن منذ خروجنا من هنا. ما الذي يستطيع مجلس الامن ان يفعله، او ما هو الواجب؟ والله واجب مجلس الامن، ان لا اعرف الى اي مدى يستطيع ان يعمل، ولكن على الاقل بيان قوي من مجلس الامن لادانه ما يجري في ليبيا، والطلب بوقف هذه المذابح. وبإمكان أيضا مجلس الأمن أن يفرض حرض طيران على المدن الليبية، لأن المرتزقة والسلاح ما زال يصل إلى النظام. نعم، وهل اتصلتم بأوكامبو بمدعي عام محكمة الجنايات الدولية؟ ليس بعد. نحن وجهنا من خلال الإعلام، وأعتقد أن من واجب أوكامبو، نحن للأسف أنا متأسف أن نلجأ لهذه الوسيلة. ليبيا ليست عضو في نظام روما الأساسي، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. الآن الشعب الليبي يتعرض لمذابح ولا يوجد بديل. هل بلغتم الأمم المتحدة حول التغيير الذي حصل في البعثة، وأن النظام لم يعد يمثل الشعب، وأن لا كنت لم 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 الواقع صحيح، النظام لم يعد يمثل الشعب، والبعثة دائما تمثل الشعب في كل الظروف، فهي تمثل الشعب، ولا أعتقد أنه هناك حاجة لإبلاغ الأمم المتحدة بذلك. نحن سنسعى مع الأمم المتحدة لمحاولة مساعدة الشعب الليبي بأي طريقة يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بالمساعدة به. شكرا جزيلا. شكرا.